Enter aux in playing. Enter radio in playing. قبل ما نبداو هاد لي دوزيام سيونس غادي نقدم لكاع الناس اللي ما كينتميوش لهاد المجموعه هادي لو برومي بري ديال لي ديزاين بوغ لا بي ديال كارتونين فور بيس اللي كيتقام كل عامين. هنايا عندنا ديزاين بوغ لا بي 2012. انا عملت اون بتيت سيليكسيون هادي هي سيليكسيون بيرسونيل الياتوار هما سي برودوي بار كارتونين فور بيس. عندكم الاسماء لتحت مواضيع مختلفة سواء لي سوجي دو مومون. هنايا كنشوفو لا ليبرتي ديكسبرسيون مع شارلي ابدو كو دي ديغا ماتيريال لو سونس دو لومور ساميليور. ايوي هادشي لي كنصوبتو ان كاريكاتور. هادي ان اوتر l'Algérie, c'est tout chaud, ça vient de sortir. Le dernier numéro de Charlie Hebdo est en vente. Mais ديال الكاريكاتور يعرفوا القضيه ديال السخونه خاصك تحط الكاريكاتور ما حتى سخونه. Toujours liberté d'expression, Raza. D'après toi, c'est le désespoir qui fait la haine ou la haine qui fait le désespoir? نقاش ما بين شكون اللي سبق الدجاجة ولا البيضة ولا احنا كنشوفو الحرب اللي نايضة في غزة القصف الجوي نيت بحال شي دجاج. هنا البخنطون غاب اسد الرئيس سي اون سكولتور اللي حاضيها النظام ديال الاسد ولكن اللي كنلاحظو هنا فوالا كاين شوية سورياليزم لأن يعني ما عندهاش لاباس طايرة في السماء وقف بدون وقوف. أنا سي أوريبل جو ناريف با تخوفي سا أوريبل. هادي الموت ديال القذافي أوف القتل ديال القذافي هو مفزع. أنني ما كيفزعنيش هاد الأمر وزوينه هذه لانها كتهضر شويه على التطبيع مع كل ما هو عنف وحرب ودم وقتل. هذه تاي زوينه اسرائيل هذه كتورينا شويه الوقت اللي عايشين فيها حنا دابا بدون كلمات. تهدي ممكن نستغناو على على بارول بري 2012 تلوت وفين فين واصلين به وفين غادي بينا تا هو فين درنا الطبيعة. هادي تاهي زوينة من ايران هادي قوية بزاف وكتستعمل لو ستيل ديال لا بي دي لا بون ديسيني القصة المصورة فيها ثلاثة. هادي تا هي مهم انا نصيفط لكم لو فيشي بي دي اف وغادي تشوفوه ان شاء الله. اللي عليكم هو انكم تصيفطوا لي فوتر نون و برينون ايميل قد نزيدكم في واتساب في الجروب ديالنا اللي غادي نحط فيه هاد لي بي دي اف هادو.
بالمناسبة حيت بزاف ديال المسائل هنايا تراكمات، شفت بأننا نخليو هاد الحصص الرمضانية مفتوحة للتسجيل. درنا نورمالمون من 27 افريل ديال الشهر اللي فات حتى 4 مي، ولكن حيت كلشي مخربق و الحجر الصحي ما عرفناه قتاش غادي يسالي، وبزاف ديال المسائل ما ندخلش في التفاصيل، ولكن الأريحية ديال الجميع زدنا مدتنا في هذا التسجيل، والناس اللي ما جاوش بكري غادي نشوفوا اذا مكننا نراتبيو معاهم شي حاجه مرحبا، اذا فات القطار عليهم المهم غادي يكملوا، وغادي نشوفوا حنايا هذه المساله هذه كيفاش غتقام وكيفاش غادي تصوب. اذا مكننا نراجعوا جميعا داكشي اللي داز في الحصه الاولانيه من ناحيه هذوك لي كونتراست ولي زانتينومي، التناقضات، التناقض هو فيهم جوج تناقضات اللي هما خلقوا لنا لا كاريكاتور في المجتمع. هاد الكونتراست هو كاين بالالوان. Enter radial in plane. الهيمنة ديال الابيض والكحل على الصفحة، هذاك الكحل هو المداد اللي كيتسطرو به ولا اللي كنطبعو به، ولكن ما نساوش بان كاين حتى القلم. القلم بالنسبة للسكيس و لو موديل ولا الكروكي، نموذج او الرسم السريع. انسويت لا كاريكاتور كطرح واحد السؤال، ولكن كطرح حتى اجوبه ولا حلول. كاينين في لي زوتر كولتور، لي زوتر سيفيليزاسيون، داخل القارات اسيا افريقيا امريكا الى اخره. قبل لي كابريس دو غويا، قبل من البستيير الحيوانات الرامزة، ولكن كان علينا حنا نمشيو نقلبو على الأصل ديالو. العالم بأسره بين داك التضامن ديالو، هاد التضامن الكبير اللي هو ولا مباشرة عدو ديال التيروريزم، الإرهاب، ديال لوبسكورونتيزم، الظلامية، الظلاميات، دي زيكستريميزم، التطرف، الإسلاميزم، الإسلاموية، هادوك لي إيزم كاملين في الفرنسي، جوستيفيون لا مونتي دو بوبوليزم، صعود أو تقدم الشعبوية، ما يسمى بالشعبوية. ولكن في الاصل كانت لا كاريكاتور قبل من هذا الشيء. فيما سبق واحد الموضوع كبير اللي كيتناقش عند السياسيين، كي سوا ريبريزونتي بار دي انيمو او ماريونيت، يكون حيوانات ولا دوما، دوما متحركه.
السلام عليكم، رمضان كريم وعواش مبروكة. كنحيي نادي الفنون التشكيلية بجمعية ديال سلا أبي القراق في شخص ممثليها الصديق العزيز وهيب معنينو. معكم محمد سعداني، أستاذ الفنون التشكيلية ورسام كاريكاتير. اليوم غادي نتكلم لكم على الكاريكاتير بصفة عامة. الكاريكاتير كمجال فني ومهنة ديال رسام كاريكاتير. بالنسبة للكلمة ديال الكاريكاتير، قبل ما نبدأ اللمحة التاريخية على هذا المجال، نشوفوا واحد السياق تاريخي قصير على كيفاش بان الكاريكاتير. الكاريكاتير بان طبعا مباشرة بعد ظهور الطباعة، أي في عصر النهضة الأوروبية، بان مع وكان أول رسم كاريكاتير سياسي نشر آنذاك في عهد فرانسوا الأول. وسرعان من بعد ما عرف الكاريكاتير واحد الطفرة كبيرة في عهد الثورة الفرنسية، ولكن مع حلول الحكم ديال نابليون بونابرت غادي يعرف الكاريكاتير واحد الرقابة شديدة، إلى أن غادي يكون خلاص لما تم إنزال قانون الصحافة في 1881 في باريس. بالنسبة للكاريكاتير كاصطلاح، اصطلاحا يعني هو الكاريكاتير عنده تعريفات عديدة جدا. إلى جينا نشوفوا مثلا الأصل ديال الكلمة اليونانية كاريكار يقصد بها التغيير والمبالغة، هذه كلمة إيطالية. وكاين عاوتاني اللي كيقول لك أن الكاريكاتير يقصد به ديك الكروكي أو السكيزو جاية من السكيز، يعني دوك الرسومات الأولى اللي كنديروا هذوك الخربشات باش كنحصلوا على الملامح الاولى ديال الرسم، لا كونستركسيون. اما فيما يتعلق بالتعريف، التعريف ديال الكاريكاتير، فكل فنان كنلقاو بان عطى واحد التعريف خاص، هناك تعريف عديده ولكن كلها تصب في معنى واحد، هو ان الكاريكاتير رسم ساخر يعبر عن فكره ساخره. هذا هو بخلاصة المعنى ديال الكاريكاتير. وكذلك هو جنس إبداعي خرج من رحم الفنون التشكيلية بطبيعة الحال، لأن لا يمكن أن يعني نزلوا مجال ديال الكاريكاتير عن المجالات الإبداعية، خصوصا في مجال الفنون التشكيلية. بالنسبة للكاريكاتير في المغرب، ظهر طبيعة الحال مباشرة بعد الاستقلال، وغادي نقسموا الاجيال ديال رسامي الكاريكاتير ثلاثه ديال الاقسام. كاين الاولهم جيل الرواد اللي بان في اواخر الستينيات، نذكر بالاسماء ديالهم الفنان كبير السي ابراهيم المهادي اللي باقي حي يرزق وكيحضر معنا في بعض التظاهرات، كذلك السي العربي الصبان. المرحوم محمد علي وات اللي كان الاسم الفني ديالو هو حموده، كان كينشر آنذاك في جريده الاتحاد الاشتراكي، ونزيدوا عليهم عبد السلام المريني. بالنسبه للكاريكاتير اللي صراحه الجيل الاول كان كيعاني شي شويه من رقابه شديده، لان ديك الساعه كان الكاريكاتير شيء غير مرغوب فيه، خصوصا في حكم الملك الراحل حسن الثاني، وذلك من خلال ما تعرض له الفنان المغربي ابراهيم المهادي. كان كينشر ديك الساعه في جريده المحرر بين سنه 1975 حتى 1980، فين غادي يدير واحد الرسم غادي يكون شيئا ما حساس، قالوه في 1980، يعني في البيريود ديال سنوات الرصاص. وكان هو ألف واحد الكتاب على هاد، ألف كتاب على هاد كيحكي فيه على هاد الظروف هادي باش تعتقل، والسياق ديال الرسومات ديالو الى غير ذلك. ملي تعتقل في 1980 حرم من الرسم لمدة تقريبا 18 سنة،
إلى أن تولى الملك محمد السادس الحكم، عاد رجع كيستأنف في العمل ديالو في جريدة الصحيفة. كذلك الرسومات الكاريكاتورية كيف ما كتعرفوا أنها هي رسومات ساخرة وناقدة في نفس الوقت، لأن يعني علاش نقول الكاريكاتير؟ الكاريكاتير هو واحد الرسم اللي كيحط لك الواقع، كيصور لك الواقع المعاش، وحتى المواضيع اللي كان كيعالج الرسم الكاريكاتوري مرتبطة، يعني مرتبطة مثلا بالفقر، الجوع، الشطط في استعمال السلطة، البطالة والعطالة، هموم الفلاحين، مشاكل ديال التعليم، مشاكل ديال الصحة، مصادرة الصحافة، الإدارة العمومية والمخزن. كان كيتحدث كذلك على محنة المواطنين، على حقوق المرأة، على النفاق الاجتماعي، على الرشوة. إذن هذه مواضيع كانت آنذاك في سنوات الرصاص يعني كانت مواضيع حساسة نظرا لما كان يشهده الوضع من عدم الاستقرار. إذن في الكاريكاتير بعد ذلك في بعد سنة 2000 يعني لما تولى الملك محمد السادس الحكم العرش، كان عرف الكاريكاتير المغربي واحد الطفرة كبيرة، وكذلك على مستوى حرية التعبير. يعني ولينا كنشوفوا رسامي الكاريكاتير خصوصا في الجيل الثاني ديال الرسامين كيرسموا مثلا بكل أريحية، شخصيات بارزة، شخصيات عمومية، منهم مسؤولين في الحكومة، منهم وزراء، منهم يعني ولا شيء ما الكاريكاتير أكثر جرأة مما كان عليه سابقا. ولكن نعرف بأن لا زالت هناك يعني الكاريكاتير في المغرب مازال كي بقي عندنا واحد بحال قلتي اون مارش، واحد المساحة صغيرة فين كنقدروا نلعبوا فيها، وعارفين الخطوط الحمراء وعارفين الحدود اللي ما يمكنش نتجاوزوها بطبيعة الحال. بالنسبة للجيل الثاني من رسامي الكاريكاتير كان فيهم الفنان عبد الله الدرقاوي الذي لا يزال ينشر رسوماته في الجريدة ديال جات لي شي مرات كيوقعوا لي دوك لي دخول ميموار غادي نتذكرها لاحقا. كاين عندنا كاين عندنا الفنان نجيب الناجي، سي عبد الله الدرقاوي، كاين عبد الغني الدردولي كينشر في يومية المساء، كاين كذلك خالد الشرادي كينشر في يومية الاخبار. الرسامة ريهام الهور كتنشر في النهار. يعني كان هناك عدد زعما لا بأس به من الرسامين المغاربة اللي بانوا تقريبا في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي. وحنا مثلا حنا كاينين جيل الشباب اللي عاد بان من 2004 لهنا، اللي من خلاله عرف الكاريكاتير واحد التطور كبير، لا على مستوى الأداء يعني مستوى التقنية، ولا على مستوى الأفكار، وربما حتى هاد الموجة ديال التكنولوجيات الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي ساهمت في التعريف بهذا الفن. ولا الكاريكاتير يعني كيبان أنه واحد الفن اللي كيلقى تفاعل كبير من طرف القراء، سواء كانوا القراء يعني أميين أو لقارين أو لمثقفين. هذا اللي كيخلي أن الرسم الكاريكاتوري كيكون خطير، هو أنه لغة التواصل بامتياز، يعني كيكون عنده واحد القوة في التواصل اللي ممكن تخاطب به جميع الشرائح الاجتماعية، سواء الناس اللي قارين ولا اللي ما قارينش، الطبقة الفقيرة، الطبقة الغنية، تخاطب به اليساريين، الليبراليين، الإسلاميين. يعني هو لغة اكسيسيبل كما كنقولوا اكسيسيبل لكل مود. بالنسبه للرسم الكاريكاتوري طبيعه الحال هو واحد المجال اللي لا ينفك عن مجال الصحافه والاعلام،
يعني كيف ما كنشوفوا في السياق التاريخي دائما كان الرسم الكاريكاتوري مرافق للمقالات الصحفية، بالعكس هو أكثر من ذلك يؤتت الصحف ويؤتت فضاءات المقالات اللي كتكون على الجريدة، لدرجة أن ملي كتكون مثلا شي جريدة فيها غير عامرة بالنصوص وعامرة بمقالات سياسية اجتماعية هذا، وإلا كانت خالية من الرسوم أو الصور فكتحس بها بأنها جريدة تفتقر لشيء ما، تفتقر ل بحال كنقولوا مسوسة. غير هو كاين واحد الإشكال ديال الوضعية ديال الرسام الكاريكاتير، هل يمكن اعتباره صحفيا أو فنانا؟ يعني كاين بعض الرسامين اللي كيقول لك ان الرسام الكاريكاتير هو فنان، وكاين فئه من الرسامين كتقول ان الرسام الكاريكاتير هو صحفي كغيره من الزملاء الصحفيين، يعني انه كي ياخذ مثلا الاحداث وكيحاول يلخصها في عمل في رسم كاريكاتوري، يعني كيف ما كيدير الصحفي ملي كيمشي مثلا كيقلب على المعلومه وكيجيبها ويكتبها، فكذلك الرسام كياخذ المعلومه وكيحاول يترجمها في عباره عن خطوط ورسوم، وبالعكس وكيكون اكثر من ذلك ان الرسم الكاريكاتوري كيلقى التفاعل اكثر من المقالات الصحفيه. علاش؟ لان كيف ما سبق وقلت انه متاح لكل الشرائح الاجتماعية وسريع في القراءة ديالو، يعني هو أداة تواصل بامتياز. كانوا مبادرات كثيرة من طرف رسامي الكاريكاتير المغاربة، منها أنهم يعني أسسوا الجمعيات تعنى برسم كاريكاتوري بالمهن ديال رسام كاريكاتوري، يعني كانت بحال الان هذه تقريبا واحد عامين قمنا بتاسيس الجمعيه المغربيه للرسامين الكاريكاتير اللي الهدف ديالها هو ضمان حقوق رسام الكاريكاتير، تحسين من مستوى العيش ديال رسام الكاريكاتير خصوصا في هذه الظروف الصعبه اللي كتشهدها الصحافه الورقيه، اضافه للتعريف بهذا الفن، لا بروموسيون ديال هذا الفن هذا في جميع جهات المملكة المغربية، وذلك من خلال مثلا تنظيم أنشطة معارض كنديروا كذلك مثلا نقاشات بحال واحد كننظموا مهرجان سنوي في الشاون، الملتقى الوطني للإعلام والكاريكاتير كيكون سنويا، كنجيو كنديروا فيه دي زاتوليي، كنديروا فيه دي ديسكوسيون، كنديروا فيه اون اكسبوزيسيون كوليكتيف ديال جميع الرسامين اللي كيكونوا مشاركين، وكيلقى واحد الاقبال كبير وكيلقى تفاعل كذلك من طرف الساكنه ومن طرف الزوار ديال المدينه. اضافه انه كانت مبادرات ديال الرسم الكاريكاتوري عبر تاسيس جرائد ساخره، يعني جرائد خاصه غير بالكاريكاتير وبالكتابه الساخره. كانوا هناك تجارب سابقة وما مكتب ليهاش تكمل، منها مثلا أخبار الدنيا، عندك أخبار السوق، جريدة تقشاب، الأسبوع الضحك، إذا هذه كلها جرائد كانت تعنى بفن الكاريكاتير، بحال اللي قلتي مثلا شغلي إبدو. ومؤخرا أسسنا رفقة الزميل خالد قطار واحد الجريده في 2017 سميتها بابوبي، كانت صراحه كانت تجربه فريده، ومع سوء الحظ ما كتب ليها الشيء تكمل نظرا لبعض الظروف والاكراهات. اشتغلنا فيها تقريبا واحد ما يقارب 8 اشهر من العمل المتواصل، هي اسبوعيه صراحه. كنا كناخذوا مثلا أخبار وما يروج في الساحة السياسية، ما يروج في الساحة الإعلامية الاجتماعية الاقتصادية، وكنلخصوا كل هذا الشيء كنلخصوا في رسوم كاريكاتورية ساخرة. غادي نوريكم نسخة من جريدة الساخرة بابوبي، ها هي هذه، انا كنحتفظ انا بعض النسخ.
كما كتشوفونا دائما في الواجهة كان هناك مثلا رسم ساخر لبعض الوجوه السياسية، كما كتشوفوا مثلا هنايا وزير الاتصال آنذاك محمد الخلفي، الشخصية البارزة الإعلامي مومو وباقي الشخصيات. ملي كنجيو نشوفوا مثلا نظرة بقلب الجريدة كنلقاو رسوم ساخرة وبعض الأشرطة المرسومة كذلك الساخرة. حنا كنا تقريبا واحد 6 ديال الرسامين معنا، 3 من هيئة التحرير صحفيين ومدير النشر ورئيس التحرير. أنا كنت مكلف بهاد الكرونيك هادي بعشرية، هي عبارة عن شريط مرسوم كيعالج القضايا الاقتصادية من خلال السمية بعشرية، يعني اش كيوقع في البيع والشراء في البلاد. ثم كنلقاو عاوتاني مثلا الظهر ديال الصحيفة هو كله مقالات ساخرة ورسوم كاريكاتورية. هذا الرسم ديالي فيه هادشي اللي كنشوفو الان، الحموضة ديال التلفزة المغربية، الانتاجات الرديئة ديال التلفزة المغربية. كنشوفو مثلا واحد الاسرة بسيطة بائسة جالسة على الارض وخارج واحد اليد من التلفاز وكتعصر عليهم الحامض. لسوء الحظ هاد التجربة هادي ما كملاتش، وكنتمناو ان تكون مبادرة اخرى، لان هاد القطاع هذا كيحتاج للدعم. وكاين اكراه اخر اللي هو مرتبط بالتراجع القراء، تراجع الصحافة الورقية. هذا التراجع هذا ديال الصحافة الورقية خلى المهنة ديال الرسام الكاريكاتير على المحك، لان كنعرفوا ان عدة صحف ولات كتسمح ببعض الصحفيين في بعض من هيئة التحرير نظرا للصعوبات المادية، لان العائدات الاشهار تقلصات وعدد القراء هو كذلك في تراجع مستمر. فبالتالي فهذا كذلك ينعكس على مهنة رسام الكاريكاتير، وخصوصا انه كاين بعض زملاء رسامي الكاريكاتير اللي كيعيشوا غير من الرسم الكاريكاتوري، يعني المهنة الرئيسية ديالو هو رسام كاريكاتير وعنده صفة ديال صحفي داخل جريدة. فهنا كاين عاوتاني مسألة أخرى هو مرتبطة بحقوق التأليف، حقوق المؤلف، ولينا كنشهدوا أن بعض الرسوم الكاريكاتورية تؤخذ دون إذن ودون استشارة أصحابها وتنشر على بعض الجرائد الإلكترونية عادي، وشي مرات كاع كيحيدوا مثلا لا سينياتور باش زعما يغطيو صاحب باش ما يبانش صاحب الرسم. وهذا الشيء كنشاهدوه مرارا وتكرارا. انا شخصيا شحال من مره وقع لي هذا الشيء، كيعلمني مثلا شي صديق كيقول لي راه شفت الرسم ديالك منشور في هذه الجريده هذه، وبلا ما يعني ما هنا عاوتاني فاش كنجيو نرجعو كنلقاو بان القانون المغربي فيه بعض الثغرات، يعني ما كاينش قانون اطار كيحمي رسام الكاريكاتير وكيضمن له هاد الحقوق. وهذه من بين المسائل اللي خلاتنا اننا ناسسوا الجمعيه المغربيه لرسام الكاريكاتير باش تضمن تعمل على ضمان حقوق رسام الكاريكاتير من هاد الشيء اللي كيتعرض ليه من سرقه الانتاجات ديالو والنشر ديالها دون سابق انذار. ما تعرض ليه كذلك الزميل عبد الغني بدهدوه، انه واحد الشخص جمع له جل الاعمال الكاريكاتوريه ديالو، صدر واحد الكتاب سميتو مروكن كاريكاتير، ومشى طبعه وكيبيعو في امازون في موقع ديال امازون دون استشاره الفنان. هذا خلى ان الفنان مشرف عليه دعوه قضائيه. قبل ما نناقشوا قراءة نص كاريكاتوري أو ديكريبتاج دون كاريكاتور، لازم نعرفوا أن رسام الكاريكاتور لابد ما توفر فيه بعض الشروط. أولها أنه خصو تكون عنده بعض المهارات والقدرات المرتبطة بالرسم.
لان الا ما كانش فن الكاريكاتير ما كانش كرسم، فبالتالي الانتاجات الفنيه ديالو غتكون المستوى رديء. وهنا حسب حنايا مثلا في هذا الجيل الشباب، الجيل الرسامين الكاريكاتوريين اللي كاينين الان، فهما كاين اللي فيهم عصامي وكاين اللي فيهم دراسه الفنون التشكيليه. هذوك الفن الرسامين الكاريكاتور اللي سبق لهم انهم درسوا يعني خداو اون فورماسيون اكاديميك في لي بوزار او في لي زار ابليكي او في لي زار بلاستيك، كيكون كنشهدوا ان كيكون الانتاجات الفنيه ديالهم كتكون زايده تقنيا، كتكون بدات جوده عاليه مقارنه بالرسامين الكاريكاتوريين الاخرين. ولكن هذا ما كيمنعش كاين عاوتاني بعض الرسامين الكاريكاتوريين العصاميين اللي ما قراوش الفنون التشكيليه او الفنون الجميله، ولكن مع الوقت اكتسبوا واحد المهاره، يعني مع الممارسه، يعني راه عقود من الزمن، بقوه ما هو كيرسم، بقوه ما كير، خصوصا اللي كيشتغلوا في الجرائد اليوميه، تطور فعلا، لاحظنا تطور ديال داك لو تري ديالهم مقارنه مع الرسومات الاولى ديالهم. ولا مثلا كيدير ان بو تري، كيدير حتى هو لو كروكي لي اسكيس، ملي كيجي يرسم كيرسم بواحد الثقه في النفس، لو تري كيكون هكا مثلا سوبل، وكانه محترف وكانه درس الفنون الجميله. الجانب الاخر هو ان الشرط الثاني عفوا، يجب ان يكون الرسام الكاريكاتوري عنده دراية بما يحدث في الساحة السياسية، الساحة الاجتماعية، الساحة الدولية، يعني خاصو يكون دائما متتبع الأخبار، وهذا شيء شوية متعب وكيوضع الرسام الكاريكاتوري تحت واحد الضغط رهيب، خصوصا الرسامين اللي كيشتغلوا في الجرائد اليومية. تصور أن الرسام الكاريكاتوري يشتغل في يومية، خاصو يوميا يفيق الصباح يتابع الأحداث، يتابع المستجدات، يشوف الأخبار الاقتصادية، الأخبار السياسية، الاجتماعية، الثقافية وكذلك الدولية، وكيختار مثلا كيختار موضوع ويعالجه، يعني خاصو مطالب بإنتاج رسم أو رسمين يوميا. وهذا الرسم الكاريكاتوري راه ماشي غير كيجي الرسام ويجلس وصافي وكتقطع عليه الفكره ويبدا يرسم. انا شخصيا جربت هذا العمل، يعني هو صراحه عمل جد متعب وصعيب بزاف، نظرا لان خاص الرسام ديجا يكون عنده واحد حس ديال الفكاهه ويكون متشبع بالثقافه المغربيه، الثقافه الشعبيه، الثقافه الغربيه، يعني يكون عنده واحد لو فيدباك كولتوريل اللي ممكن يعاونو في انتاج الرسوم الكاريكاتوريه. واللي صعيب شخصيا اللي كنلقى فيه صعوبه هو ايجاد الفكره، يعني الرسم الكاريكاتوري 50% فكره و 50% رسم، هذيك الفكره هي المشكل، كيفاش دير فكره بسيطه اللي ما تكونش كما كنقولوا حامضه، تكون فكره طريفه وتلقى واحد التفاعل كبير من عند القراء، يفهمها يشوفها بلا ما يحتاج انه يبدا يديكريبتي ويربط هذه مع هذه ويدير هذه مع هذه عاد باش يخرج بالاستنتاج. الرسم الكاريكاتوري الناجح هو اللي كيكون فيه اقل التفاصيل سواء في الرسوم او لا في النص، واللي كيخلي القارئ في لمحه البصر يفهم، غير يشوف يفهم شنو كيعالج الرسم الكاريكاتوري، ويقدر يفهم كاع ما وراء السطور، خصوصا اللي كان الرسام باغي يوصل واحد الرسالة. اذا في هذه العملية هذه كيفاش كدوز، هو ان الرسام عنده مثلا واحد الحدث مزيان، هو وقع واحد الحدث وغادي يجي وغادي يترجمه، لان ما خصوش يتعطل، حيت الرسم الكاريكاتوري خصو يتحط سخون بحال الخبر، الا مشى حتى داز فات الحدث وتعطل، فقد ما هو كيتعطل قد ما الرسم الكاريكاتوري ما كيكونش عنده واحد التاثير، لان لو ديسان دو بريس هو سيت ان ديسان دو كونسوماسيون، كي لي مده الصلاحيه ديالو تنتهي بانتهاء الحدث،
الا مشى حتى تعطل فهنا لا داعي انه يمشي يرسم وعاد بحال عاد كيفيق وعاد كيحط حتى الناس كتسق الخبار ويروج الحادث وكذا كذا عاد كيجي يرسم الكاريكاتير ويعمل رسم كاريكاتوري على ذاك الموضوع. اذا هنا خاص تكون السرعه في التفاعل وهذه السرعه هذه خاص كتخلي الرسام الكاريكاتوري يعيش تحت ضغط رهيب. يعني مثلا عندك خلال مثلا واحد الساعه الماكسيموم خصو يطلع رسم كاريكاتوري ساعه ساعتين ماكسيموم. شنو هذيك الساعه ولا ساعتين منها 80% غير ديال الفكره. خصو يمشي يجلس في القهوه ياخذ القهوه ديالو ويجلس ويخمم. انا هادشي وقع ليا ملي كنت كنشتغل في اسبوعيه بابوبي. يعني خصك تجلس وكتخمم لي دقائق وربما لي اكثر من ساعه كاع وكتعصر حتى في الدماغ ديالك. وهاد الفكره هادي تقدر ما تعجبكش تقدر تجيك ما ماشي هذيك وطيح لك فكره اخرى وشي مرات كتحير واش تختار هادي ولا تختار هادي. المهم هو انك خصك تشوف واحد الفكره اللي تكون قويه جدا. من بعد ملي كطيح الفكره فالرسم ما كياخذش تقريبا واحد على الاكثر نصف ساعه 20 دقيقه ديال الرسم. يعني الرسم بالتفاصيل الا كنتي غادي دير الالوان الظل والضوء وما غير ذلك. يعني اللي كياخذ الوقت اكثر للرسم الكاريكاتوري هو الفكره. ومثلا الرسامين اللي كيشتغلوا في اليومي خداو هاد اكتسبوا هاد القدره لانه يقدر يكون مثلا غير جالس في شي بلاصه وطيح عليه فكره بلا ما يكون هو باغي انه يدير رسم كاريكاتير. كيكون عنده واحد مثلا واحد الكيد نوت يقدر غير يقيدها باش ما تنساليش حتى يمشي للدار ويرسمها. كاين ان كذلك الرسم الكاريكاتوري ضروري انه يتفاعل مع الاحداث من غير اخبار. خصو يتفاعل مع ما هو مستجد بحال هادشي ديال مثلا ديال كورونا الوباء او مثلا حنايا فاتح ماي خصو يتفاعل مع هاد الذكرى ديال العمال عيد العمال فاتح ماي. خصو يتفاعل مثلا مع هاد القانون الجديد اللي باغيين يدوزوا يصدقوا عليه ديال 2022 ديال مصادره الحريات في مواقع التواصل الاجتماعي. يعني الرسم الكاريكاتوري خصو يكون بحال خصو اي حاجه بانت واي حاجه نزلنا منها سواء كانت متعلقه بمستجدات او لا يعني اعياد او لا بظروف خاص يكون الرسم الكاريكاتوري يخرج منها ويترجمها للرسوم اللي من خلالها كيتفاعل معها الجمهور والجمهور حتى هو كيعطي الراي ديالو. هنا غادي نمشيو لثاني لواحد النقطه اللي هو الاستقبال التقاط الرسم الكاريكاتوري من طرف القراء. اذا القراء كذلك هما اصناف. كاين القراء اللي تهما عندهم واحد التغذيه راجعه متشبعين بالثقافه قارين وعارفين مثلا الا كانوا قارين تاريخ الفن قارين الادب قارين العلوم. هذا كذلك ينعكس على طريقه قراءه الرسم الكاريكاتوري. وكاين القراء اللي ما مثلا القراء اللي ما متقفينش ما قارينش كيقراو رسم كاريكاتوري ربما بطريقه اخرى. وانا شخصيا عشت هاد التجارب هذه مع الرسومات ديالي. ف اكيد ان القارئ اللي هو متشبع بالثقافه اولا كتكون عنده السرعه في فهم رسم كاريكاتوري كتكون عنده لا فيتيس في ديكريبتاج ديال لا كاريكاتور ما كيحتاجش من الوقت وربما كيقرا ما اعمق من ذلك. راه كيمشي به الامر انه كيحلل ما وراء السطور يعني كيحلل العناصر الايقونيه ديال الرسم الكاريكاتوري والسيميائيات ديال داك الرسم ويقدر يخرج بواحد الاستنتاجات اللي الرسام الكاريكاتوري ربما ما طحش على باله. في حين ان الصنف الاخر من القراء يقدر يقرا قراءه سطحيه فقط ويقدر يعطيك معاني اللي نتايا ما كنتيش قاصد انك تمرره. هو قراها هكاك لان نظرا لضعف تغذيته الراجعه فهو استطاع انه يقرا فقط يقرا الرسم بطريقه سطحيه. وهذا الشيء اللي خلى هاد الجمعيه المغربيه للرسامين الكاريكاتير تخلق التظاهرات الفنيه المرتبطه بهذا المجال باش تعرف بهذا الرسم.
من خلال ورشات كنديروا مثلا ورشات الأطفال. بالنسبة للرقابة، الرقابة هي أنواع. كاين أولا الرقابة الذاتية، هي اللي كتكون عند الرسام الكاريكاتوري، كتكون في ذاته. يعني كاين مواضيع اللي ما يقدرش الرسام الكاريكاتوري يشتغل عليها أو لا يعالجها في الرسم ديالو. علاش؟ لاعتبارات مرتبطة بالتقاليد أو بالعادات اللي تربى عليها داك الرسام الكاريكاتوري. مثلا الجنس، أغلب الرسامين الكاريكاتير المغاربة بحكم التقاليد اللي إحنا كبرنا فيها، صعيب نرسمه مثلا امرأة عارية أو لا رجل ومرأة مثلا عاريين وفي وضعية مخلة بالأدب. يعني هذا كيف ما كنشوفوا مثلا الرسامين في فرنسا في إسبانيا، عندهم هما عادي، يعني هما خرجوا من هاد، هما تقريبا تحرروا 100% من هاد القيود. لكن احنا الاعتبارات ثقافية وعادات وتقاليد دينية كبرنا فيها، كيخلي ديك الرقابة الذاتية تمنعنا من اننا نرسمو شي حاجة اللي هي مخيلة بالادب. خصوصا كتفكر انا الرسام كيفكر، عنده اصدقاء، عنده عائلة، عنده ربما تلاميذ الا كان سبقوا انه قراهم، هادشي كامل كيفكر فيه وكيحبسو، كيخلي انه يدير الفراميل على هاد النوع من الرسومات. حتى ماشي غير الجنس، حتى مثلا المواضيع الحساسة المرتبطة مثلا بالنظام المخزني. كاين مثلا بعض الرسامين اللي هما عندهم مواقف من النظام، ولكن ما كيقدرش يتجرأ ويرسم هذاك الرسم. علاش؟ لأنه كيخاف مثلا من العواقب، كيخاف مثلا من داكشي اللي يقدر يجلب ليه داك الرسم من مشاكل من بعد. هذا فيما يتعلق بالرقابة الذاتية. كاين الرقابة الثانية، هي رقابة التحرير، هي اللي كتكون عند مثلا عند رئيس التحرير. انت هي مثلا كصحفي او رسام كاريكاتير، كاين فوق منك رئيس التحرير. يعني رئيس التحرير هذا اولا مدير النشر بصفة عامة، يقدر شي مسائل يدوزها، يقدر شي مسائل ما يدوزهاش بحكم الخط التحريري ديال الجريدة. كاين الجرائد اللي عندها خط تحريري معين، كيصب مثلا في واحد الجهة معينة، وانت مثلا كرسام كاريكاتير درتي واحد الرسم اللي هو مستقل، ماشي في صالح ديك الجهة اللي كنتمي لها، اللي كتنتمي لها الجريدة. فبالتالي هنا اكيد ان رئيس التحرير غادي يعلن عليك، غادي يدير عليك شوية ديال الرقابة، وغادي يقول لك لا، هذا الرسم هذا غادي يجلب لنا المشاكل مع الشركاء ديالنا، ويقدر يحبس لنا كاع مثلا عائدة الاشهار، يقدر مهم بزاف ديال الامور. الرقابة الثالثة هي الرقابة ديال السلطة. ربما حتى كيخرج الرسم الكاريكاتوري او لا كيخرج مثلا كيتنشر العدد من الجريدة، ويقدر يتصادر من طرف السلطات نظرا لمقال او مثلا او ملف كتعالجو تلك الجريدة، ملف حساس مثلا. اذا هنا كتجي مثلا السلطة كتصادر، كتجمع كاع داك العدد من اللي كيوسك جميع المدن المغربية، هذه تسمى مثلا رقابة السلطة. وكنظن بان الرسام الكاريكاتير غالبا ما كيعاني من الناس من هاد ثلاثه الانواع، كيعاني من الرقابه ديال التحرير، رقابه ديال رئيس التحرير او ديال مدير النشر. لان الرقابه الذاتيه ديالو بطبيعه الحال هو حسب القناعات ديالو، ما غاديش تخلق ليه مشكل. ثم نادرا دابا فين كنسمعوا ان السلطات صادرات مثلا واحد العدد ديال الجريده، او لما منعات مثلا البيع ديال واحد المجلة او الكتاب. اذا كتبقى الرقابة ديال التحرير هي العائق الوحيد امام رسام كاريكاتوري. غادي نتحدث معكم على بعض الاعمال
الخاصة ديالي، رسوم كاريكاتورية ديالي، ونبداو نيت في السياق ديال قراءة رسم كاريكاتوري. نبداو بالرسم الأول اللي كي يظهر فيه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران فوق واحد الصنبور وكيزيرو وكيقول مثلا زيرت عيش مخير. إذا هنا فالناس اللي ما عندهمش ان فيدباك كولتوريل او ان فيدباك بوليتيك يقدر يسحبوا بان هذا الرسم هذا كيتحدث مثلا على الماء الصالح للشرب او المحافظة على الثروات المائية، وهذا الشيء سبق وقع لي طبعا، في حين انه كيف ما كنعرفوا في عهد الحكومة ديال عبد الإله بن كيران كان كيقوم بعدة اصلاحات، منها إصلاح صندوق المغربي التقاعد اللي كان ثار واحد الجدل كبير وكان نوض صداع في الأوساط ديال الناس اللي كيشتغلوا في الوظيفة العمومية. هي هذيك باش ديك عملت أنا ديك زيرت عيش مخير. بالنسبة للرسم الثاني، الرسم الثاني فيه مجموعة من الأشخاص يعني عدائين، وكان عندنا واحد الميدالية نحاسية مكتوب عليها ريو. طبعا الاشخاص كذلك القراء اللي ما عندهمش ان فيدباك كولتوريل يقدر يلقى واحد الصعوبه في الديكريبتاج ديال هذا الرسم هذا. اذا شنو هنا بغيت نقصد بهذا الرسم؟ اللي بغيت نقصد به هو ان في الالعاب الاولمبيه اللي كانت في ريو في البرازيل مشات واحد البعثه كبيره، يعني بعثه كبيره من المنافسين المغاربه، عددهم كبير، يالله جابوا بداك العدد كامل يلا جابوا ميدالية نحاسية واحدة يتيمة فقط. كشي باش درت انا مثلا دوك الاشخاص كيبان فيهم واحد التعبير ديال الحشمة وتعبير ديال الخجل، كاملين معلقين واحد الميدالية اللي هي يتيمة. بالنسبة للرسم الثالث، الرسم الثالث بطبيعة الحال هو اللي رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران كيقول فيها هذه هي التركيبة الحكومية التجريدية، لأن كلفوا الملك في الولاية الثانية، طبعا ما كان نهضروش على الولاية الأولى ديالو 2017، كلفوا الملك باش يشكل حكومة، وكان وقع له واحد البلوكاج حكومي كان السبب ديالو بطبيعة الحال أخدنوش والأمين العام ديال حزب الاتحاد الاشتراكي وكذلك الحزب التجمع الوطني الأحرار، خلقوا له ان بلوكاج اللي ما استطاعش من خلاله انه يشكل حكومة، وبقى واحد القيته بقى غير كيرون. اذا هي هذيك رسمت انا بحال الا كرسم لوحة تجريدية غير متجانسة. في الرسم الرابع كيظهر كذلك عبد الإله بن كيران، لان هاد الرسوم هذه كنت نشرتها انا ذاك في أسبوعية ديال بابوبي 2017. الرسم الرابع كيتحدث على القروض اللي كان كياخذها رئيس الحكومة آنذاك. إذا كنا كنسمعوا كل مرة كياخذ واحد القرض، المغرب محتاج مثلا واحد 20 مليون ديال الأورو، واحد شوية عاوتاني كنلقاو راه خدا واحد 100 مليون ديال الأورو، ها هو اقترض من البنك الدولي، ها هو اقترض من البنك الأوروبي إلى غير ذلك. مثلت انا يبداك السوفتاج داك الشومبرير ديال الانقاذ هو على شكل اورو. ثم الرسم الخامس فيه عاوتاني رئيس الحكومه اللي هو عبد الإله بن كيران كيشعل واحد الفتيل ديال البوطات، اللي هي بوطات عباره عن بحال شي صاروخ، بحال يشعل واحد الصاروخ، لانه هو كان باغي يرفع من القيمه ديال المحروقات وكذلك البوطاكاز، كان بغي يدوبل الثمن ديال البوطاكاز من 40 درهم ل 100 درهم. في الرسم السادس عندنا جوج ديال الشخصيات على شكل حرباء، اللي هي عبد الإله بن كيران وإلياس العماري بي جي دي والبام. ديك الساعه كان إلياس العماري هو الامين العام ديال حزب الاصاله والمعاصره، وهنا كنت كنرمز لذاك داك كيف ما كدير الحرباء فاش كتلون، خصوصا وان البي جي دي والبام عرفناهم انهم كانوا اعداء
من بكري ملي تخلق ملي تأسس حزب البام وهو كتعتبر العدو اللدود ديال حزب العدالة والتنمية. الرسم السابع كان قوي وكان عرف واحد تفاعل كبير مع القراء، كنت درته عملته في 2014، اللي عبارة عن ميتامورفوز، تحول ديال رمز حزب البي جي تي. كيفاش بدا؟ كيفاش كان في 2011 فاش يلاه تولى الحكومة، هو غادي كيتم ميتامورفوز حتى الريحة بدات كتعطي 2014، والريحة عطات قبل كاع. عندنا الرسم الثامن اللي هو عبارة عن جوج ديال واحد الأسرة بسيطة، وفرحوا بدك الشقة ديال الأحلام، السكن الاقتصادي اللي هو عبارة عن هي بحال غير كما صورته أنا، مثلته في رسم كاريكاتوري، غير فاصاد الكرتون وواقفة على سبة، حتى ديك الشجرة اللي هي دوك الشجرة مثلا، داك الصور اللي كيكتبوا عليهم في الأول، كيديروا لهم دي زيماج دو سانتيز، فيها مثلا الإقامة، فيها الجردة، فيها أنا غادي نيت نهضر عليها في هذا الرسم الثاني. ماشي الرسم الثاني، في الرسم التاسع كما كتشوفوا كاين عندنا مقارنة، حيت الرسام الكاريكاتير كيقدر يخدم هذه التقنية هذه كتسمى لا كومباريزون، مقارنة بين جوج ديال العناصر، عندنا السكن الاجتماعي اللائق وبعد تسليم المفاتيح. إذا كيف ما كيصوروا لك السكن الاجتماعي اللائق في الأول، كتكون كيديروا لك الجريدة المسائل هذا، ولكن في الواقع ملي كيتسلموا المفاتيح كتولي فوضى تما، فيها سويقة لتحت، كي الجدران كتشقق، البارابولات كيخسروا داك المنظر ديال الإقامة. إذا أنا حاولت نقرب شي شوية أكثر في هذا الرسم، وعطيت شي شوية عطيته تفاصيل اللي ما موالفش أنا كنديرها في الرسومات الكاريكاتورية، لأنني أنا كنأمن بأن أن ديسان دو بريس هو أن ديسان اللي كيكون بلو مينيموم دو تخي ولا مينيموم دو ديتاي، ما خصكش تكثر فيه قوة لي ديتاي، لأن رسم سريع كيكون ان ديسان دو كونسوماسيون، كتستهلك بانتهاء الحدث، ملي كيفوت الحدث كتنتهي مدة الصلاحية ديالو. إذا لذلك لا داعي أن الرسام يبقى يحمق راسو مع الخلفية الباك جراوند، ولا يدير الظل والضوء، ولا بحال إلا كيرسم اون إلوستراسيون. الرسم العاشر درتو ملي كانت البصلة، عرفت البصله لواحد اثمنه قياسيه، وصلت تقريبا حتى لشي 300 الكيلو، درت على شكل اغوا عند التاج، جالسه في الكرسي ملكي. الرسم الحادي عشر هو واحد المراه اللي كانت باغا تنتحر في الرباط، يمكن الا كانت سميتها، الا ما خانتنيش الذاكره، ام حليمه، طلعت فوق واحد البوطو ديال التوتال الفوق وكانت باغية تنتحر. هي كانت امرأة فقيرة ومحتاجة، وأنايا زدت داك العنصر ديال التماسيح. علاش؟ لأن كنا كنسمعو في داك الوقت دائما كنسمعو من عند رئيس الحكومة التماسيح والعفاريت، كيقصد راه كاينين معانا التماسيح والعفاريت، حكومة الظل، المفسدين المستبدين. إذا أنا داكشي باش دخلتها وفيوزينيتها مع داك المشهد. الرسم 12 فيه أجل قريق الطب، فيه بعض المرود تابعين الأطباء، فاش كانوا الأطباء داروا واحد التظاهرات، كانت عرفت في عدة مدن المملكة، عرفت كانت في فاس، في كازا، في مراكش، في الرباط. الرسم 13 كيتحدث على فاش كان طاح الدرهم مقابل الدولار. ورسم 14 كيتكلم على شراء الأصوات طبيعة الحال. إذا كيف ما كتشوفوا داك لو ستيل ديال لو بيرسوناج، إلا لاحظتوا بأن راه هو لو ميم، بلا كاين أن ستيل واحد كنوظفو في كل الرسوم. حتى مثلا فاش كتكون كترسم رسم كاريكاتوري، كتبان ديك لاتوش ديالك، بحال اللي قلتي كتخلي كتبقى انت في ديال لي بيرسوناج ديالك، وكتخلي القارئ انه غير يشوف الرسم بلا ما يشوف لا سينياتور، يعرف شكون هو مول الرسم الكاريكاتوري. ثم الرسم 15 كيدل على
اللي كي مثلا فاش كيكون شي عيد او لا شي تظاهره، شي عيد وطني او لا عيد ديني او لا، هذا كيجي العفو الملكي اللي من خلاله كتنفس السجون. يعني بحال اللي قلتي مثلا داك العفو الملكي كيكون سبال ليه باش ينفس، لان يمكن كاينين السجون المغربيه في واحد الوقت ما كتقدرش الطاقه الاستيعابيه ديالها صافي كتسالي، ما كتقدرش تزيد مازال، اذا كيجي داك العفو الملكي كيدير الشغل ديالو. ما عندنا الرقم 16، الرسم 16 اللي هو كيعبر على التحديات ديال البلدان الافريقيه اللي هي الحروب، الجوع، الفقر، الفساد، الرشوه، عندك ثلاثة في التماسيح طبعا. والرسم الاخير 17، الرسم الاخير طبيعه الحال هو داك الوحش الصيني، يعني التطور ديال الاقتصاد الصيني خصوصا خلال هاد العقد الاخير من الزمن، يعني كيفاش كان صغير في بدايه في 2003 2004 كان صغير وغادي وكي غادي وكيكبر بواحد السرعه وجيزه، ولا ضخم في يعني في خلال بضع سنوات فقط. اذا هذه نظره عامه على بعض الرسومات الكاريكاتوريه ديالي، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ان تكون فرصه ديال اللقاء، انني نحضر معكم تما مثلا في شي نشاط، نعملوا نيت مثلا ورشه كاريكاتوريه، نشوفوا مثلا كيفاش او نيفو تكنيك التقنيه كيفاش كنرسموا رسم كاريكاتوري، كيفاش كنرسموا لي بيرسوناج، كيفاش كنديروا لا كونستركسيون، يعني يكون داكشي شويه اكاديميك ونكسبلواتيوه باش نخرجوا بانتاج فني مثلا برسم ساخر. نهضر لكم من بعد مثلا على لي زوتي اللي كنخدم بهم، شي مرات كنخدم مثلا في كنخدم على الاوراق، شي مرات كنخدم على لا تابليت، الطابل غرافيك مثلا رسم الكاريكاتور، الرسام الكاريكاتوري الان ولات عنده هذه الامكانيه ديال انه كيقدر يرسم، ما يحتاجش مثلا سكانير ولا هذا، بفضل هاد التجهيزات الجديده خلاته انه كيربح الوقت اكثر، يعني يرسم على لاطابل غرافيك ويلون نيت في التطبيقات اللي كتكون على الحاسوب، ومباشره ملي كيسالي راه كيبعثها لهيئه التحرير. في حين ان قبل كان رسم الكاريكاتور خاصو يرسم على الاوراق، خصو يكون عنده واحد سكانير ولا يمشي يصور داك الرسم ديالو تتريطا ويعاد يدوز في البروسيدي ديال لامبريسيون انسي دو سويت. دابا ولات الامور سهل اكثر، حتى كاع ميم شي مرات كنرسم غير بالتليفون، كنكون مثلا ديبلاسي كنرسم غير بالتليفون، عندي لو ستيلي الا خصوصا الا كنت مثلا في القطار ولا كنت مسافر ولا هذا، نقدر ندير رسم كاريكاتوري، عندي التطبيق هنايا ودي كاريكاتوري بسيط بهذا لو ستيل هذا اللي شفتو الان على الشاشه. ف نتمنى المداخله ديالي تعجبكم، والا كانوا شي اسئله او لا شي مداخلات فمرحبا، غادي نكون على راه الاشاره ديالكم. شكرا لكم على الوقت اللي عطيتوه لهذا الحصص الرمضانيه.
باقي جاي شي مسائل اللي هما يعجبوكم ان شاء الله. خليونا الاسئله تعليقات الى اخره، شاركوا هاد لي فيديو، شوفوا الناس اللي كيهتموا، عطونا واحد الوقت. شكرا للناس هما اللي كيتعاونوا معنا باش ننميو هاد الكاريكاتير هادي، لانه اصبح من المهم اننا نعتنيو بالثقافه البصريه، لان كنشوفوا دابا مثلا باغ لو مويان دو لا فيديو كلشي كيشوف تقريبا فيديوهات، مابقاوش كثيرين كيقراو الكتوبه، بورتون كتوبه. كذلك مره نحاولوا نرسموا داكشي اللي كنقراو ونكتبوا داكشي اللي كنرسموا، نصوروا مي توجور اون ايفولوسيون دي ديفي.